أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط افتتحت في مصر بحضور عربي لافت. القاعدة حملت اسم اللواء محمد نجيب أول رئيس في مصر، وجاء الافتتاح عشية الذكرى 65 لثورة 23 من يوليو. القاعدة تقع في مدينة الحمام غرب الإسكندرية، وتهدف لتأمين المناطق الحيوية غرب الإسكندرية والساحل الشمالي، وتأمين محطة الضبعة النووية وحقول البترول والحدود الغربية. تضم 1155 مبنى ومنشأة و72 ميدانا تدريبيا متكاملا ومدينتين سكنيتين للضباط وضباط الصف، بالإضافة إلى كونها تضم فوجا لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة. افتتاح القاعدة حضره مسؤولون كبار من دول عربية، ومثل رسالة قوية حرصت مصر على إيصالها للجماعات المتطرفة التي تهدد أمن المنطقة. عشان تفضل مصر واقفة، واقفة قدام إرهاب وتطرف ومحاولات لإسقاط الدولة المصرية. الرئيس المصري عرج أيضا على الأزمة الحالية وإن بشكل غير مباشر، منتقدا قيام دول شقيقة بتمويل الإرهاب. ولا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات فيتسبب في مقتل مواطنينا بينما يتشدق في ذات الوقت بحقوق الإخوة والجيرة. ليكون تأسيس هذه القاعدة العسكرية بمثابة سد أمام أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة. لن تستطيع النيل من مصر ولا من أشقائنا. بشاير المطيري، العربية.